بدء في الامر احنا نمثلوا ولايه سوق اهراس وجينا نمثلوا على اساس ونبينوا السياحه اللي فيها، ومن بين المرافق السياحيه اللي فيها هي السياحه الحمويه بحكم انها ولايه حدوديه ولايه داخليه وتتمتع بمنابع حمويه كثيره. ومن بين المنابع هذيك عندنا المنابع تاع ولاد زايد حمام تاسا فيهم فايده كثير للصحه تاع المواطن توسكي ديرما، تساهم بطريقة أو بأخرى في السياحة على أنها هي تكون مصدر جذب للمواطنين سواء من الولايات المجاورة ولا من حتى من خارج البلاد، بارسكو احنا رانا ولاية حدودية.